متابعي قناة البهجة للعقار، السلام عليكم. سعيد بلقاء ديالكم مرة أخرى في هذه الشقة الجديدة وهذا العدل الجديد. تحية طيبة وعطرة لكل الزبناء اللي كيتابعونا سواء داخل أو خارج أرض الوطن. كندعوكم جميعا إلا كنتو غير مشتركين اشتركوا معنا، ربما شي نهار تلقاو شي عقار اللي كيناسبكم، كيناسب وليداتكم وكيناسب كذلك الميزانية ديالكم. الشقة موضوع اليوم كما كتشوفوا معنا شقة متميزة جبناها لكم من الحي ديال لوفالون، حي تبارك الله اللي كثر عليه الطلب مؤخرا، حي نقي قريب من وسط المدينة وفيه كل ما يخص حياتك اليومية من مؤسسات تعليمية، وسائل مواصلات، محلات تجارية، مقاهي ومطاعم كذلك. حي اللي تروج مؤخرا وعرف طلب كبير لأن هذه الشقق هذه في المتناول أغلبية ديالها، وباقي فيه ديزابارتمون اللي زوينين تبارك الله ونقيين أثمنة اللي جد مناسبة. المساحة كما كتشوفوا معنا في الشاشة ديال هاد الشقة الوحيدة اللي بقات في هاد العمارة هي 95 متر كاري، مقسمة بواحد الشكل جيد على شكل ثلاث غرف، صالون، سيجور، حمامين ومطبخ. وهاد الشقة هادي راه كاينة في عمارة اللي فيها أربع طوابق وكل طابق فيها أربع شقق. بطبيعة الحال راه هاد العمارة مجهزة بمصعد. ما عندناش غير هاد الشقة هادي في هاد الحي ديال لوفالون، هناك أشكال وأنواع من الشقق مختلفة سواء صغيرة أو كبيرة. بالنسبة للأثمنة راه ابتداء تقريبا من 47-48 مليون ممكن تاخذ شقة اللي مخيرة في هذا الحي تبارك الله اللي استراتيجي واللي موجود في وسط مدينة القنيطرة. إذا بالنسبة للثمن ديال هاد الشقة راه ما كيتعداش 65 مليون، قابلة للتفاوض بطبيعة الحال ليجيغمون نيغوسيال. إذا كنتم مهتمين ما عليكم إلا تواصلوا معنا على الأرقام الظاهرة والبادية على الشاشة، حنا راه الإشارة ديالكم سواء الاستفسار وكذلك الزيارة ديال هاد الشقق. شكرا للتتبع ديالكم، شكرا للتشجيعات ديالكم، شكرا لكل الزبناء اللي وضعوا الثقة فينا، وإلى الشقة والعدد القادم بحول الله. شكرا والسلام عليكم.